انا راح اقوم احكي ويا صاحب المطعم. قعدي قعدي، تدخلين نفسك بيناتهم. بس انت تعرف كل زين انه هذا رجال ذا يكذب. انت تتخيلين انه هو ذا يكذب؟ بس هذاك الرجال ذا تشوفه ولا مرة زعجني. انت ما سمعتي ذاك ايش قال؟ اكثر من مرة. يا اهلا وسهلا، تفضل عزيزي. ترى انت جاي تتبلى علي. اها، تتذكر من شفت تنظف بالقزاز اللي بلاي من كسرة كوب النسكافيه؟ انت شنو تحكي وياه؟ استاذ، الناس هنا يوميه قاعدين ويسولفون، انا مرات احكي ويا الزباين، وين المشكله لو الغلط؟ ها الغلط ساعتين تنظف كلاوات بس اللي تبقى يمها. الله يسامحك. كافي 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 كافي، اروح على شغلكم. طالع. ترى اني لا اراقبك. استاذ انا كرامتي ما تسمح لي تقول لي اراقبك. انا حتى لو اعرف اعوف للشغل ولا تقول لي اشك بيك لو اراقبك. تقصد رافد مكذب؟ ما اعرف، بس هو اكيد فاهم غلط. استاذ انا عندي بنات، وهاي البنيه تذكرني ببناتي. هذاك الرجال بعمر ابوي، وانا اصلا كنت جايه اسلم عليه، بعدين هذاك ما اعرف شنو اسمه اجى وحكى هذا الحكي. بس هو مو هيجي. انا ما جاي افتهم انت ليش كل هالقد منفعله. ترى هاي مشكلتهم مو مشكلتنا. مشكلتهم كرم؟ انت تدري هذا الرجال اذا عافي الشغل راح اكون اني السبب؟ وشلون راح اذن نفسي؟ لانه اني ما اقبل بالظلم. اهدئي نور، اهدئي اهدئي اهدئي. عندك بنات؟ نعم. يعني وأنا سألتك قلت لي ما عندي بيت، قاعد ويا صديق إلي. نعم صحيح استاذ. يعني أنت متزوج وعندك أطفال؟